البن هايل. تسلم ايدك يا مدام دينا. ما شاء الله لسه شايف النجفة دي في روش بوبوا. قالوا لي ب75,000 جنيه. قلت لهم ليه يعني؟ ده انا ادفعهم في عربيه احسن. احسن بيه؟ ممكن اعرف سبب الزياره المفاجاه دي ايه؟ اعتبر ان ده تحقيق. تحقيق يا فندم؟ هو في تحقيق بيتعمل في البيوت كده؟ انا جاي ازور استاذ احمد صديقي. ما انا كنت لسه متحفظ عليه في بيت تاجر مخدرات متهم في جريمه قتل. اسمه نبيل رشدي لو تعرفوا الاسم يعني. هو انا قلت حاجه تضايق ولا ايه؟ هو انا تحفظت عليه فعلا؟ بس هو كان رايح زياره عاديه لواحد صاحبه يعني. مش كده ولا ايه يا مدام دينا؟ انا معرفش ان هو كان عند نبيل. غريبه. مع ان هو قال ان انتوا كنتوا متخانقين وعشان كده راح قعد عنده شويه. امال هو قال لك ان هو كان فين؟ ما سالتوش. حسام بيه، لو ده مش تحقيق امال اللي حضرتك بتعمله ده يبقى اسمه ايه؟ انا اسف مضطر اكلم المحامي بتاعي عشان افهم ايه اللي بيحصل. يا فندم بقول لحضرتك انا واستاذ احمد بقينا اصدقاء، مفيش اي داعي لكل القلق ده. ممكن نعرف حضرتك عاوز مننا ايه بالظبط؟ هو الحقيقه انا مش عايز من حضرتك حاجه خالص، او على الاقل لحد دلوقتي. هو كل الموضوع ان انا رحت سالت على الاستاذ احمد في الشغل وقالوا لي ان هو مش بيجي المطاعم خالص، فلما اتقصت عرفت انه بيبيع نصيبه فاستغربت. قلت يعني واحد زي الاستاذ احمد البيزنس بتاعه شغال وبيدخل له فلوس تجيب له تحف ونجف من روش بوبوا وعفش من ايطاليا يبيع كل حاجه فجاه كده، فقلت اجي اطمن. وده برضو بصفتك صديق؟ يا فندم احلف لك بايه ان انا مش بحقق معاه لحد دلوقتي يعني عشان ما اكونش كذاب. تقدر تساله اول ما يرجع من السخنه. هو في السخنة؟ هو ناوي كمان يبيع المطعم اللي هناك؟ مع إن على حد علمي يعني إنه كان وش الخير عليه. هو مش ده المطعم برضه اللي كان مشارك فيه حسن مظهر؟ حسن هيزعل قوي على كده. حسام بيه، أنا عارفة حضرتك مين، وعارفة كمان أنت بتحقق في أني قضية. ممكن تشرح لي إيه الموضوع بالظبط؟ منها لله شادية. مش بتبطل كلام عني. شادية؟ أنت مالك ومال شادية؟ انت اللي تشوفيها. ثانيه واحده يا بابي، مش وقته. عبد السلام بيه، هو ايه المشكله يعني انها تشوف شادي؟ دي بنت طول عمرها بتاعت مشاكل. حضرتك هتقولي بس ايه بقى نوع المشاكل اللي جات لك من وراها؟ مفيش داعي للكلام ده يا بابي. يعني ايه مفيش داعي؟ ممكن تسكتي؟ مش البيه جاي يسال ويتقص وعايز يعرف عن كلام سمعه من شاديه؟ اتكلم حضرتك، مالها شادي؟ نبيل بيه رشدي اللي حضرتك جاي بتسال عنه، تاجر المخدرات ماشي معاها، ببقى على اصح كان مرافقها، وشيرتهم كانت على كل لسان. كفايه بقى كفايه. مفيش حاجه اسمها كفايه. وابوها المستشار الجليل لما عرف اللي بينها وبينه بعدها عنه، خصوصا بعد ما عرف ان الولد اللي اسمه نبيل ده بيجيب بنات عنده في الشقه وبيصورهم كمان. بيصورهم؟ وهي كمان عمل فيها كده؟ ما عملش فيها كده. طب ليه؟ عشان كان بيحبها. قالوا ايه؟ اشتغل في الحوادث والقضايا، دي بنت غير جديره بالاحترام. بعدين اللي بتعمله في قضيه حسن مظهر ده مجرد تشهير وفرقعه بعيله محترمه، بنتهم ماتت على ايدين ولد مجرم. حسام بيه، لو في حاجه تخصني اتفضل انا موجوده، لو حاجه تخص احمد ممكن تقابله تساله. في حاجه تانية؟ انا اسف على ازعاجك يا عبد السلام بيه. مع السلامه. تصبح على خير يا هانم. Thank you.